امام عاشور نلمهم بقى بسرعة. طيب امام عاشور بالنسبه لي في جراف لو اتعرض بسرعه عشان نكسب وقت. امام عاشور يا كريم من وقت اشتراكه ده بالنسبه لي بدايه انا ما كنتش متوقعها طبقا لحالته مش امكانياته طبقا لحالته مش متوقع ده ابدا. اللعيب دي ارقام في وسط زمايله في وسط الفرقه بالكامل من اول ما ابتدى يشترك الاهلي لعب 4 ماتشات السنه دي صناعه الاهداف صنع 4 اهداف اللعيب رقم 1 في الفرقه صناعه الفرص 9 فرص اللعيب رقم 1 في الفرقه سدد 13 مره اللعيب رقم 1 في الفرقه محاولات صحيحه على المرمى 7 محاولات اللعيب رقم 1 في الفرقه المراوغات عموما 11 مراوغه اللعيب رقم 1 في الفرقه المراوغات الصحيحه 8 مرات اللعيب رقم 1 في الفرقه كمل اللي بعده لسه تمريرات الطوليه 17 التالت بعد الشناوي هاني تمريرات طويله صحيحه من ال 17 التالت بعد الشناوي محمد عبد المنعم استخلاص الكره وده مهم جدا فيما يخص مهام مركز 8 امام لعيب موهوب وحريف وبيطلع الجناح وبيشارك هجوميا لما يكون هو اللعيب رقم 3 في الفرقه في استخلاص الكره بعد محمد عبد المنعم ورامي ربيعه ايكوال حاجات كتير جدا نروح على اللقطات بسرعه يلا بتاعه امام في المباراه هجيبها لك حالا دلوقتي طيب. يعني اكتر كمان من مروان عطيه اليو دياب اكتر من مروان وامام لان بس خلي بالك مروان في ماتش ما لعبوش وامام ما لعبش في عدد دقايق اكتر فشويه ممكن. تروح لده لكن كريدت يحسب للعيب مركز 8 قدراته هجوميه في الاساس طبعا دي اللي كانت لسه معروضه دي انا اللقطات بتاعه امام نفسها اللقطات الملعب بص يا كريم الحل ودايما الحل هو ملك كل المهام في وسط الملعب انا جبت لك بالارقام ان هو بيعمل كل حاجه بيستخلص وبيقطع وبيعمل اسيستات وبيسدد على المرمى وبيحاول ان هو طول الوقت عنده حلول تانية طول الوقت بيخلق للمدير الفني حلول تانية فلما تيجي تلاقي الراجل دايما بيطلع على الجناح بمنتهى البساطه الراجل بص الناحيه دي وشغال الناحيه دي وبمنتهى البساطه هتلاقي عدى واحد على واحد اللي بعده هات الفريم اللي بعده هتلاقي عدى وراح والكره دي بالمناسبه حطها بوش رجل خارجي هتروح انفراد كمل حضرتك الحالات على كمل الفريم اللي بعده بوش رجل خارجي هتروح انفراد كمل هتتحط من عبد القادر بالعرض الكهرباء كهرباء ضيعها اللي بعده بص التحرك والبنتريشن جبتها لك على الجناح الراجل شغال في العمق هنا مهمه ثانيه للعيب مركز 8 الراجل بيعمل بنتريشن كريم الدبيس كالعاده كريم الدبيس كريم الدبيس كالعاده بيعمل الباس البنتريشن بص بقى انا يهمني بقى اللقطه دي قوي يا كريم في نقطه في 3 ثواني هات الفريم اللي بعده بص الباس الراجل دلوقتي بيقطع فين واقف بظهره لكل الفرقه اللي وراه الراجل بص بيعمل ايه اللي بعده هات الفريم اللي عليه كلوز وبيحط الكره بكعبه بص يا كريم الطبيعي انه بقى شايف الطبيعي يبقى شايف الاثنين الطبيعي انه يبقى شايف كهربا هو لمسه واحده بسيطه ليه لانه قبل ما يروح كان رافع عينه وعامل سكان على اللعيبه اللي وراه حط الباص واخيرا مشاركه في كرات الرأسيه الناس كانت بتتكلم على حمدي فتحي كروس من محمد مجدي قفشه الراجل بيحطها وبيشيلها جون بصعوبه جدا اخيرا امام عاشور بالنسبه لي مفاجاه طبقا للحاله اللي هو عليها دي مكسب كبير النادي الاهلي اشترى لعيب ببلاش طبقا لامكانيات امام عاشور